الاخوان ديالنا بداو نهزو دابا في الفرق، خرجوا النتوى. بسم الله، احنا الاخوان نبداو. بسم الله ما شاء الله. الريمبو، الطريقات ديال الريمبو ما شاء الله. هذا العش الاول، غنشوفوا العش الثاني دابا الاخوان. هذا العش الثاني الاخوان. واش الخوت، السلام عليكم، تحيه الاخوان ديالنا وتحيه جميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. ديما معكم اخوكم مصعب فلوغ ملك ببغاء. ديروا يا ملك ببغاء يا مصعب فلوغ، غادي نطلع لكم ان شاء الله. بوم هاك. المهم اخوان ديالنا، اليوم غادي يكون واحد النهار من النهار اللي كيكونوا في شي شكل وميزين، يعني عند مولوعين كاملين. هي الساعه اللي كنمشيو نقومو بعمليه ديال جيني، كنسميوها الجيني. جنيو الفراغ، يعني ناخذ الفراغ من العشاش. باش انا الطريقه اللي كندير، نقدر ناخذ فراغ صغار ونكمل معاهم الخدمه باش نخلي والديهم يديروا لي انتاج اخر. المهم هذه عيد بدايه ان شاء الله، غادي تشوفوا معنا هادشي هذا ان شاء الله، وتبعوا معنا المحتوى حتى الاخر وما تبخلوش علينا، وافقوا من الناس. المهم اخوان ديالنا، ما تبخلوش علينا بلايك، سبسكرايب الاخوان، دائما سبسكرايب لايك، دائما لايك 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 وسبسكرايب. اي واحد دخل عندنا القناه ان شاء الله جديد، ضغط على السبسكرايب، ها هي اللي حمراء تحت حداها غادي تلقى، يعني تضغط على سبسكرايب غادي يطلع لك زر الجرس، كاينين ثلاثه، ديما تضغط على الفوقاني واعمل لايك على المحتوى اللي كتشوف. الا عجبك المحتوى ما تحيدش لايك، الا ما عجبكش المحتوى حيد لايك، انت حر. تحيه الاخوان، يلا معنا وتشوفوا كلشي على عينيكم وشوفوا الفرخ، وانتم اللي غادي نخليكم تقولوا لي غتشوفوا واحد الفرخ بوحديته، ولكن ما نقول لكمش انا شنو النوع هذاك، غنخليكم نتوما اللي تختاروا وتقولوا شنو النوع هذاك. وكنتمنى تجيبوا الاجوبه صحيحه ان شاء الله، وان شاء الله كنتمنى ندير لكم شي مسابقه على شي بيروكي وزن ثقيل. واش الاخوان، المهم دابا غادي نجمعوا الفراخ اللي خصهم يتهزوا، وغادي نوريكم الفراخ اللي خصهم يتهزوا. المهم دابا كاين هذا العش هذا، انتم غادي تشوفوا معايا. بسم الله ما شاء الله، انا نهزوا هذا العش، الولاد اللي كاين في هذا العش نهزوهم دابا. الاخوان ديالنا بداو نهزوا دابا في الفراخ، خرجوا النتوى. بسم الله، احنا الاخوان نبداو. بسم الله ما شاء الله. الريمبو، الطريقات ديال الريمبو ما شاء الله. هذا العش الاول، غنشوفوا العش الثاني دابا الاخوان. هذا العش الثاني الاخوان. والبادي والريمبو مخلط الشيء هنا. انا اخوان ما شاء الله، شوفوا واحد العش وحده اخر، حيت لقيت جوج ولاد ميتين بدون سبب، يعني نتوما اللي قتلاتهم، وغنحيد لي هذاك الولاد اللي بقاو.
هذا الاخوان هذا هو العش اللي وقع لي فيه المشكل ما عرفتش علاش. الاولاد صحاح واكلين بخير وكيموتوا وامهم اللي كتقتلهم، مشكل في الانثى. دابا نحيد لهاد الثلاثه اللي وقعوا باش عندك ما تقتلهم ولا تقع لهم شي حاجه. ها هما هاد الصندوقه كامله كاع. ما شاء الله يا نادية تبارك الله، ما شاء الله نادية. حاجة طوب جا هذا عاود ثاني هو ما شاء الله، هذا هو ما شاء الله. لما نشوف واحد العش واحد اخر، انا الاخوان نشوف واحد العش واحد اخر، لا هادو مزيانين هادشي ناشف. المهم نقيين الفراخ، راه نقيين ما شاء الله، حاجه طب ان شاء الله. وقيلا نحيد هذا، هذا وقيلا نحيدو نحطو هنا. الى ثلاثه هادو. المهم اخوان ديالنا لقيتوني ان ناخذ واحد الفرخ من هنايا. يلا شكون يقول لي شمن نوع هذا؟ يلا هذا غادي نهزو ما نخليهش هنا. بسم الله ما شاء الله. انا اخوان يلا شكون يقول لي شمن الفرخ هذا؟ خليوه في الصندوقه ونحطو معاه. دابا الاخوان هذا هادشي اللي جنينا اليوم ان شاء الله، اليوم الاحد، اليوم الاحد خدينا هادشي هذا ان شاء الله. كنتمنى يكون على الخير القدام ان شاء الله. تحيه للاخوان، بقاو معنا اخوتي باش نزيدو نوريكم التفاصيل وشنو غادي ندير ليهم وكيفاش غندير ليهم. احنا الاخوان درتهم انا هنايا، ها هما ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. احنا الاخوان هنا كاين فول بادي وكاين الريمبو، وهذا الاخوان كنتسناكم انكم تقولوا لي شمن نوع هذا. يلا في كومونتيرات الاخوان قولوا لي هذا شمن نوع. ما شاء الله انا الاخوان ديالنا، كنتمنى ان المحتوى يكون نال اعجابكم، تكونوا خديتوا واحد الفكره. هذه الطريقه اللي كندير انا، وان شاء الله كنتسناكم تقولوا لي هذا شمن نوع. يلا كنتسناكم في كومونتيرات الاخوان ان شاء الله قولوا لي هذا شمن نوع. والاخوان ديالنا شفتوا معنا شنو درنا ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع، ودائما الخير الخير جاي القدام ان شاء الله. هما جاي جاي هذه الله، واحد في النص ديال الواحد في المية ديال البداية، باقي الخير جاي إن شاء الله. دعيو معنا بالتوفيق، ما كاين عيد جديد، ما كاين عا كسيري وعيط. تحية للإخوان وشكرا. كان معكم أخوكم مصعب فلوق ملك الدبغة.